اقراي في المصحف من غير كتب تجويد. هقولك على قاعدة مهمة قوي وانت بتقرأي، لو لقيتي مادين متصلين في كلمة واحدة او في آية واحدة، مثلا بقول ايه، انزل من السماء ماء، يبقى كده اجتمع ايه، اجتمع مادين متصلين. ايه المفروض يحصل؟ يبقى لا يجوز ان انا امد الاول دون الاخر، او امد التاني دون الاول. خلي بالك انا بقرا قراءه تعبديه، يعني لازم اطبق اللي هنا زي اللي هنا، يعني امد الاول كام حركه، مثلا همده 4 حركات لو انا بقرا بروايه حفص عن عاصم، او همده 5 حركات. يبقى همد المد التاني زيه، هقول ايه، انزل من السماء ماء. يبقى لازم اسوي بين المدود. كذلك لو اجتمع مدين منفصلين بقول ايه، امنوا بما انزل اليك وما انزل. يبقى برضو ما ينفعش امد الاول دون الاخر، امد واحد واترك التاني، يبقى لابد ان انا اسوي بين المدود. بقولك القاعدة دي لان دي من قواعد القراءة، لان الامام ابن الجزري قال ايه، قال واللفظ في نظيره كمثله. يبقى اللفظ في نظيره زي ما قرأت الاول هقرأ التاني، او زي ما هقرأ التاني اقرأ الاول. المرة الجاية اقولك قاعدة جديدة.